بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. هندخل يا جماعة مع بعض نعرف الأدوات اللي احنا محتاجينها، ونبدأ نشوف هنستخدم ايه، وايه المواقع اللي ممكن تنفعنا، وايه اللي اتابعه على طول عشان اتابع اللغة. وقبل ده كله هنعمل حاجة جميلة تعرف الناس برضو قبل ما يخشوا في الكورس هو هيفيده في ايه تاني، بس المرة دي عملي مش نظري. هفتح أداة منهم، طبعا هتكلم على الأدوات إن شاء الله كلها في الدرس بالتفصيل، بس هفتح أداة منهم وأوريكم الفكرة. خلينا نلغي الإعلانات دي، مش عايزين إعلانات. الواحد طبعا بيكره الإعلانات تفضل أعداله كده. أوكي، زي ما أنتم شايفين كاتب لي ساس وكاتب لي على اليمين سي اس اس. هو ده اللي قلناه في الانترو لما جينا اتكلمنا ان ده اللير او الطبقة اللي بين الملف اللي انت بتعمله وملف الستايل اللي بعته المتصفح. هو بيعمل معالجة للبيانات او بيعمل كومبايل للكود بتاعك عشان يحوله الكود اوردينري سي اس اس كود، كود سي اس اس عادي. طيب جميل جدا، انت قلت لي عن حاجه اسمها فاريبل والكلام ده كله، وانا عايز اعرف يعني ايه الكلام ده كله. فاريبل يعني متغير، هنشرحه بالتفصيل الاكثر من ممل في الكورس، بس هناخد دلوقتي عنه فكره. انا عندي في الموقع بتاعي كود لون معين بيستخدم في الباك جراوند كباك جراوند كلر، بيستخدم ككلر عادي الهيدنج، بيستخدم في البوردر، بيستخدم في حاجات كتير جدا، وانا عايز المين كلر ده اخليه متغير بيمشي معايا في كل الصفحه، ولما احتاجه اغيره بس من المتغير ده. طيب هكتب عليه مين كلر على سبيل المثال. المين كلر ده هيكون عباره عن لون احمر بالشكل ده. خلص المين كلر ده، المين كلر بتاعي عايز بقى اوزعه في الكلاسات بتاعتي كلها. هقول له دوت كلاس 1، الكلاس 1 عندي الكلر بتاعه هو المين كلر ده، جميل كده. طيب الدوت كلاس 2، الكلاس 2 بتاعي الباك جراوند كلر بتاعه هو نفس المين كلر ده. شوف اديت لكم مثالين اهو. طيب جميل جدا، بقى عندي كلاس 1 وكلاس 2، شايفين الكلر اهو والباك جراوند كلر اهو. ده الكومبايلد فيرجن، ده بعد ما اتعمل للستايل بتاعك معالجه طلع النتيجه اللي انت شايفها دي. طيب حلو قوي، تعال نظهر كده ال HTML عشان اتاكد انا فيو HTML مثلا، مع ان الموضوع مش محتاج تاكيد بس على سبيل المثال نشوف الفكره. ادي ال HTML dev class بيساوي class 1، واقول له test 1 او test بس عادي، وهنا test 2 وclass 2، ونشوف الشكل. زي ما انتم شايفين اللون هنا احمر والباك جراوند هنا احمر، ورحت انت عايز تغير جميع الالوان اللي في الموقع من المتغير بتاع المين كلر. خلاص عرفناه، اخليه اخضر بالشكل ده، خلاص بقى التكست اخضر، وكل الباك جراوند اللي انا حاطط لها مين كلر دي برده بقت الباك جراوند بتاعتها اخضر. شفتوا الموضوع بسيط قد ايه؟ شفتوا انت ازاي دخلت لغه برمجه في ان انت تستعمل سي اس اس بيها، كانك بتستخدم لغه برمجه عشان تطلع ستايل سي اس اس منظم وسليم، والكود هيكون زي ما انت شايف كده سيم سنتاكس. مش هتلاقي واحد عامل لي مسافتين كده مثلا، ولا واحد كاتب لي هنا مسافه قبل الكولون، ولا مثلا سايب كولون في واحده ده سيمي كولون في واحده والتانيه كاتب فيها سيمي كولون مثلا، وهكذا. هتلاقي الدنيا مظبوطه معاك، وهتلاقي الكود منظم جدا جدا جدا. طيب جميل جدا، ايه تاني احنا ممكن نستعمله في الادوات بقى قبل ما نعمل انستول للغه في الاوبريتنج سيستم بتاعنا وقبل ما نبدا نشتغل عليها؟ ايه هي الادوات اللي ممكن تنفعني؟ الموقع ده جميل ممكن تجرب عليه الاكواد بتاعتك، وفي موقع تاني جميل جدا بالنسبه لي وهو الكود بن. الكود بن مستو حاجه حلوه جدا. انا جيت اعمل نيو بن جديده، او بلاش يا جماعه نيو بن، خلينا نرجع نشوف البنز اللي في الصفحه الرئيسيه. على سبيل المثال هنا ما شاء الله اسلام ناصر عندنا في الجروب عامل انيميشن حلو جدا، نبص عليه بصه كده. يمكن اسلام مستخدم سي اس اس، لا للاسف اسلام مستخدم بس سي اس اس، مش شايف هو مستخدم اي بري بروسيسور. ندخل على واحده ثانيه على سبيل المثال دي برضه سي اس اس، هنشوف مثلا ديت. اوكي جميل جدا، ده مستخدم بري بروسيسور. عرفت منين؟ لو كاتب لك جنبها اس سي اس اس، طبعا هنتكلم عن حكايه اس سي اس اس دي في الدروس اللي جايه باذن الله. هنا زي ما انت شايف عامل هو نظام النستنج، ده النستنج اهو، شايفين الديف ده اللي جوه الانفو، ده نظام النستنج، والاند دي هنتكلم عنها، وكل الكلام ده هنتكلم عنه. بصوا كده لو رحت هنا وقلت له فيو كومبايلد سي اس اس، وريني الكود سي اس اس، اعمل له كومبايل، طلع لي الكود سي اس اس النورمال. بصوا ده كود سي اس اس العادي اللي انت بتشوفه في اي مكان اهو. بعدين اقول له فيو انكومبايلد، رجع لي النسخه اللي هي الانكومبايلد اللي هي مكتوبه بطريقه الساس زي ما احنا عاملين. طب ممكن ادخل انا اعمل بن جديده نيو بن،
وانا بعمل النيو بين عندي الجير، شكل الجير اللي في سي اس اس ده بيقول لك هنا اختار، شايف سي اس اس بري بروسيسور، انت تستخدم بري بروسيسور في الشغل في المشروع بتاعك، نن هيخليك تكتب كود سي اس اس عادي، لا انا هقول له هستخدم مثلا الساس بالشكل ده. لما قال لك استخدم الساس هتلاقيه جايب لك هنا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده يا جماعه، شايفين سي اس اس ساس اهو، واقدر اكتب بقى الكود بتاعي اللي انا كنت عامله في نفس التول التانيه دي بالظبط، وهيشتغل معايا عادي جدا من غير اي مشكله. طبعا بديكم مثال ولسه هتشوفوا بقى ايه الساس وايه الاس سي اس اس ده. طيب حلو جدا كده عرفنا موقعين هيفيدونا، كود بين لا غنى عنه اصلا في العادي انت المفروض بتشتغل بيه وفي شغل حلو جدا. الموقع الميستر ده اللي انا شغال عليه فيه ميزات حلوه جدا برضو، واسيبكم تكتشفوها، لانه انت من كتر شغلك عليه هتلاقي نفسك بتغير وبتغير السيم، بتغير الالوان، بتعمل شغل يعني حلو جدا على حسب اللي انت عايزه. طبعا ده بيعود من يعني بيختلف من واحد للتاني. طيب الحاجة المهمة اللي لازم تمشي وراها برضو دايما هو موقع الساس نفسه خاص باللغة ده، هو مفيش اكتر منه اللي هتتبعه، لان هو فيه اللغة وفيه التحديثات وفيه بيحصل ايه وفيه بتروح فين وبتيجي منين، لازم تكون متابعه دايما، وهو اللي هنعمل منه الانستول عشان نبدأ ان شاء الله بسم الله نشتغل. طيب الانستول الخاص بالساس فيه عندك طريقتين ان شاء الله هنشتغل بيهم الاثنين، علشان كل واحد عايز يكمل في طريق يكون عارف هيشتغل بايه. عندي طريقه الابلكيشن، ان انا انزل ابلكيشن، في كميه ابلكيشنز هو مديها لك اهي، معظمها مدفوع وفي حاجات منها مجانيه زي الكوالا والسكاوت، دول مجانيين ننزلهم هنا اهو، ولو رحت على الديسكتوب هتلاقيه كوالا اهو، طبعا هنتكلم عنهم كلهم ان شاء الله، احنا بس بنعرف التولز اللي محتاجينها قبل ما نبدا بسم الله ونشتغل. وفي طريقة الكوماند لاين، ان انا اشتغل بالكوماند لاين، ودي برضو هنشتغل عليها ان شاء الله. وهنا بيقول لك في الويندوز، علشان قبل ما تبدأ تشتغل على الساس في الويندوز بيقول لك اسرع طريقة ان انت تنزل الروبي في الويندوز بتاعك او في الاوبريتنج سيستم انت شغال عليه، لان في برضو للماك خلي بالك، تنزل الروبي انستولر اللي هو اللي انا حملته ووريته لكم في الداونلود ده، تقدر طبعا تحمله من هنا بسهولة جدا اهو، روبي انستولر تدخل عليه وتحمله من موقعه، برنامج زي اي برنامج تعمله داونلود هينزل لك بالشكل ده، وهتعمل له سيت اب زي اي برنامج، مش محتاج اقول لكم طبعا سيت اب مش محتاج اي حاجه. هنا لو بتشتغل طبعا على لغه الروبي نفسها ممكن يعمل لك اسوسييت، يعني يتعرف على ملفات الروبي وتكمل معاها، احنا مش عايزين اي اوبشن من الاوبشن ده، احنا محتاجين بس ان الروبي المكتبات بتاعتها تنزل في النظام عندنا، عشان طبعا الساس معتمد عليها علشان يشتغل كده. تمام عملنا فينش، وبرده بيقول لك ان الساس بينزل معاه، هنا في ملحوظه جميله بيقول لك ان الانستولر هيعمل انستول للروبي كوماند لاين باور شيل، ابلكيشن عباره عن باور شيل كوماند لاين عشان يخليك تستخدم مكتبات الروبي ويساعدك طبعا في الشغل. في ناس عندها فوبيا من الكوماند لاين، لو انت حضرت معايا كورس الماي اس كيو ال في القناه اللي اشتغلنا فيه على الكوماند لاين ده، كنت هتلاقي ناس كتير جدا من الناس كانت خايفه وكلموني في الجروب وعلى الفيسبوك وقالوا لي ان الكوماند لاين هايف جدا واحنا كنا خايفين منه وعندنا منه فوبيا. لو عندك منه فوبيا وخايف منه تاكد ان هو من اهيف الحاجات اللي ممكن تشتغل عليها في حياتك. اوعى تخاف ان انت بتكتب كود، الله ده في كود، بص كده هنا ده في كود هكتبه جيم انستول ساس، او اول ما اشوف الكود اتخض، ايه ده هكتب ده في الكوماند لاين، ده صعب جدا ولا صعب جدا ولا حاجه، اهيف بكتير من انت تدوس دبل كليك على الماوس، يمكن ده احسن، بيعلمك ازاي تكتب، بيعيشك في جو الكمبيوتر، انت تتقرب من لغه الكمبيوتر عشان تتفاهم معاه، هتلاقي نفسك بقيت ذكي وهتلاقي نفسك بقيت كل حاجه سهله قدامك والعمليه مبقاش فيها اي صعوبه خالص. يعني الكوماند لاين ما تخافش منه خالص، واحنا زي ما قلنا عندنا الطريقه دي وعندنا الطريقه دي وهنمشي فيهم عشان كل واحد يختار الطريق المناسب ليه ويكمل، وبعد كده طبعا هنشرح المزايا كلها لوحدها بعيد عن الطريقتين، وقتها انت تحدد المناسب ليك وتكمل عليه. كده عرفنا الادوات اللي محتاجينها، نزلنا البرامج اللي تهمنا، ممكن واحد فيكم يعجبه برنامج من البرامج دي مدفوع يشتريه وينزله، نفس الفكره، عمري ما هلزمك ببرنامج، انا هشرح لك الفكره وهعرفك اللغه وبسيبك تكتشف وتبدع بنفسك. ونفس القصه هنا في الطريقه الثانيه هيكون كلها نفس الطريقه والكوماندز هي تقدر تستعمل اي كوماند لاين تاني، لو انت عندك لينوكس ولا ماك ولا اي حاجه هتلاقي الكوماندز يعني هي مش هيعمل معاك اي مشكله الموضوع. يا رب يا جماعه الادوات تكون مهمه وشفتوها وعجبتكم وتكون الموضوع قدامكم سهل، لان احنا لسه ما دخلناش في اللغه، احنا كل ده بنقول يا هادي وبنجيب الادوات اللي هنشتغل عليها. يا رب الدرس يكون بسيط وسهل وعجبكم، اشوفكم ان شاء الله في الدرس الجاي وشكرا.